بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة بدنا نبدأ مراجعة سريعة لكورس البايثون. طبعا الكتاب اللي المعتمد عندنا هو بايثون فور everybody أو بايثون للجميع. طبعا هذا الكتاب هذا الرابط تبعه وهو مرخص تحت الكرياتيف كومونز المشاعر الإبداعي. ممكن إنه في هذه المقالة في عدة كتب للبايثون مرخصة تحت المشاعر الإبداعي. طبعا واحدة من هذه الكتب اللي أنا معتمدها وأنا بدرس منها اللي هو الكتاب اللي ذكرناه بايثون فور everybody لتشارلز سي في رامز نسخة 2016. طبعا الكتاب الميزة تبعته إنه هو مبسط، ممكن إنه هو يوضح أو يشرح البايثون للجميع بغض النظر عن الخلفية العلمية اللي هو جاي منها أو الدراسة السابقة اللي هو درسها. فزي ما ذكرت إنه هذا هو رابط الكتاب، وهي رابط اللي أنا مدرس منه لبايثون 1 وبايثون 2. طبعا في كتب أخرى هنا مفتوحة المصدر ومهمة جدا في هذا المجال، ممكن إنه يتم الاستفادة منها لو حبيت. طبعا هنا في الباب الأول بيشرح مش يعني مفاهيم عامة عن الكمبيوتر والبرمجة وليش إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نبرمج. وبالمناسبة إحنا ليش محتاجين إن إحنا نبرمج، في كتاب كذلك موجود من ضمن الروابط اسمه Automating the Boring Stuff with Python. الكتاب بيركز إنه في كثير من الأشياء اللي أنت ممكن تعملها أوتوميشن باستخدام لغة برمجة البايثون، لأنه لغة برمجة البايثون هي واحدة من أسهل اللغات، وبالتالي إنه بتسهل عليك أشياء مثل إيش مثلا، مثل إنه أنت تعمل ويب سكرابينج، إنه أنت تستخرج معلومات معينة من الويب، إنه تتلاعب في ملفات إكسل أو بي دي إف أو الوورد دوكيومنتس، أو إنه تتلاعب في صور معينة، والعديد من الأشياء الأخرى اللي أنت ممكن إنه أنت تشوفها في هذا الكتاب لو أنت مهتم. طبعا هنا بشكل أساسي بيحكي أساسيات إنه الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز غبي، فبالتالي إنه هو منتظر إنه أنت تعطي له التعليمات إيش يسوي كل خطوة، فدائما بيسألك what next، إنه أعطيني تعليمات عشان أنا أنفذ لك إياها. طبعا التعليمات هذه بتكون على شكل برامج، سواء كان البرامج هذه موبايل ابلكيشن او على الويب او على الديسكتوب. فبغض النظر انه هذه عبارة عن مجموعة من التعليمات، فبالتالي هنا انه احنا بدنا ننتقل من مرحلة المستخدمين العاديين لمرحلة المبرمجين. المستخدمين العاديين هم الاشخاص اللي بيستخدموا هاي البرامج، اما المبرمجين هم الاشخاص اللي بيكتبوا هاي البرامج. طبعا هنا برضو نفس الفكرة انه ليش نتعلم برمجة، ممكن انه انت في عندك سيرفي محتاج انه انت تعمل له كلين اب، او مثلا في عندك سوفت وير معين هو اصلا اوبن سورس، فبالتالي ممكن انه انت تعدل على السوفت وير هذا بنفسك، بالاضافة للعديد من الاشياء الاخرى اللي احنا ذكرناها في الكتاب هذا اللي هو automate the boring stuff with Python. طبعا هنا تفصيل أكثر إنه المستخدم، أنا عندي بستخدم البرامج أو بستخدم الكمبيوتر، والكمبيوتر هو شيئين، هو عبارة عن هاردوير وسوفتوير. يعني الهاردوير ما بيشتغل لوحده بدون سوفتوير، والسوفتوير ما بيشتغل بدون هاردوير. طبعا هنا تعريف الكود هو عبارة عن سلسلة من التعليمات. طبعا هنا في نظرة للكود إنه هي عبارة عن piece of art، يعني هي عبارة عن قطعة فنية لأنه أنت بتسوي فيها شغلة إبداعية. وفي بنظر لها إنه هي عبارة عن recipe أو وصفة، وهذا بدخلنا لعالم الأوبن سورس. العالم الأوبن سورس بيكون أنا عندي البرامج اللي أنا بكتبها مفتوحة المصدر، فبالتالي إنه ممكن إنه شيء واحد إنه يتم كتابته بطريقة مختلفة، مثل وصفات الأكل عندنا بالضبط، إنه هي نفس الأكلة ولكن إنه بيتم تحضيرها بطرق مختلفة وكل واحدة إلها نكهة مختلفة. فبالتالي إنه هنا بيكون عندي أهمية
أو مدى أهمية مشاركة الأكواد بحيث إنه هي يصير في عندي تلاقح للأفكار وإنه تتحسن أنا عندي البرمجيات بشكل عام. طبعا هنا بدأ يشرح أكثر عن الهاردوير. هنا المكونات الأساسية، أي كمبيوتر في العالم مكون من 3 أجزاء رئيسية، اللي هي وحدة المعالجة المركزية، تمام، والذاكرة والإنبوت والأوتبوت ديفايسز. طبعا الذاكرة هنا مقسمة، أنا عندي إلى مين ميموري وسكندري ميموري، لكن هي الأجزاء الرئيسية الثلاثة اللي هي السي بي يو، الذاكرة، تمام، والإنبوت والأوتبوت ديفايسز، تمام. فهي أي كمبيوتر في العالم إنه مكون من هذه الأجزاء، سواء كان هذا الكمبيوتر عبارة عن سمارت ديفايس أو عبارة عن لابتوب، بغض النظر. أوكي، طبعا هنا في تعريفات لهذه وحدة المعالجة المركزية والإنبوت ديفايسز والأوتبوت ديفايسز والمين ميموري والسكندري ميموري. طبعا وحدة المعالجة المركزية هي اللي بتشغل البرامج وهي اللي بتسأل دائما إنه إيش التعليمة الجاية، تمام. فبالتالي هي بتقوم بعمليات حسابية ومنطقية، عمليات حسابية زي مثلا عمليات جمع، عمليات منطقية مثلا إنه هل هذا المتغير إنه أكبر من قيمة معينة، هل الـ X أكبر من 10، فهذه عبارة عن عملية منطقية الناتج تبعها true أو false. لو دخلتوا في تفاصيل معالجات، إنه في الأخير إنه كل العمليات تتحول أو كل اللي إحنا بنشوفه على شاشة الكمبيوتر من graphical user interface بيتحول في النهاية لعمليات حسابية ومنطقية. الـ input devices، أنا في عندي مجموعة من الأجهزة إنه للإدخال بس، مثل الكيبورد والماوس أو touch screen لو كان سمارت فون. الـ output devices مثل السكرين والسبيكرز والبرينترز والدي في دي، وفي بعض الأجهزة ممكن تكون input و output بنفس الوقت، مثل التاتش سكرين، إنه هي عبارة إنه ناخد منها input في نفس الوقت إنه هي output، بتعرض شاشات على بتعرض الواجهة على الشاشة. طبعا أنا عندي الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية، إنه الذاكرة الرئيسية عادة بتكون هي سريعة، تمام، وذاكرة مؤقتة، معنى ذلك إنه هي بتفقد محتوياتها لما نطفي الجهاز، فبالتالي إنه هي عادة إنه سريعة وبتستخدم للتخزين المؤقت، إنه أنا لما بدي أحمل أو شغل برامج عليها بتم تحميلها على الذاكرة. بينما السكندري ستورج هي أبطأ وبتحفظ المعلومات بشكل دائم، وعادة إنه بتكون سعتها كبيرة، فبالتالي إنه أنا ما بقدر إني أستغنى عن الاثنين هدول، إنه أنا عندي لازم الذاكرة الرئيسية، لأنه لو أنا استخدمت فقط الذاكرة الثانوية فبالتالي إنه المعالج سريع جدا إنه هو يتعامل مع ذاكرة بطيئة مثل السكندري ستوريج، فبالتالي إحنا بنحتاج لهاي الذاكرة، وفي نفس الوقت محتاجين إنه إحنا نحفظ المعلومات، وبدي مساحة تخزينية كبيرة، فبالتالي ما بقدر إني أستخدم المين ميموري، فبالتالي بحتاج للسكندري ميموري. فهذه التوليفة في أجهزة الكمبيوتر موجودة في معظم أجهزة الكمبيوتر إنه بهذا الشكل، لأنه أساسية إنه إحنا المعالجات سريعة جدا ونحتاج لذاكرة تقدر إنه هي تلحق على سرعة المعالج، وفي نفس الوقت محتاجين لذاكرة نخزن فيها المعلومات، تكون بتسع كل المعلومات وبنقدر نخزن فيها المعلومات حتى لو طفينا الأجهزة. أوكي، يعني هذه تعليمات على البايثون. طبعا هنا بالمناسبة إنه البايثون هي لغة برمجة، والشخص اللي بيحكي بايثون أو بمعنى آخر بيبرمج بالبايثون يسمى بايثونيستا. فبالتالي إنه يفترض بعد هذا الكورس إنه أنتوا تصبحوا بايثونيستا.
طيب اوكي، انا عندي هنا الانتربريتر تبع البايثون، انه انا اول ما اشغل البايثون انا عندي بيكون بهذا الشكل، فبالتالي انا عندي ممكن انه انا عندي البايثون مكون من ثلاث شغلات اساسية، هي العناصر تبعت البايثون، هي الفوكابلري او الوردز او الكلمات المحجوزة، وفي انا عندي السنتنس ستراكشر، فبالتالي انه البرنامج بيكون انا عندي مجموعة من السنتنسز او الستيتمنتس، والستوري هي عبارة عن برنامج كامل اللي بيأدي وظيفة معينة او بيأدي غرض معين. كلمات محجوزة مثل هاي اللي هي if و else و return و continue، كل هاي الشغلات حنمر عليها بالتدريج طبعا الكورس يفترض. السنتنسز او الستيتمنتس، يعني هاي الستيتمنت عبارة عن assignment، انا بطلب تعيين قيمة 2 في متغير x، هذه عبارة عن expression تعبير رياضي، هي عبارة عن جمع، عملية جمع المتغير x مع الاثنين، والناتج بنخزنه نعمل له assignment في x، هذه عبارة عن print statement. اوكي، هاي بشكل اساسي انه المقدمة. بشكل اساسي انا عندي البرامج مكونة، او الستيبس تبعت البرامج مكونة من فلو معين، الفلو هذا فيه له ثلاث انواع، يا اما بيكون البرنامج عبارة عن سيكونس، او بيكون عبارة عن كونديشنال، او ريبيتد. طبعا هاي السيكونس انه بيكون عبارة عن مجموعة من التعليمات انه ورا بعض، انه بتتنفذ واحدة تلو الاخرى. كونديشنال انا بيكون في عندي شرط معين، فبالتالي انه كونديشنال ستيتمنت هاي الجملة مش راح تتنفذ الا اذا تحقق شرط معين. والريبيتد اللي هي اللوب، بيكون في انا عندي تكرار معين بهذا الشكل. طبعا هاي الستيبس او هاي الفلو انه اغلب البرامج انه مثل هيك، وممكن زي ما ذكرنا سابقا انه احنا نعتبرها زي وصفة الطبخ او وصفة الاكل، انه انا بيكون في عندي الخطوات، الوصفة هي مكونة من مجموعة من الخطوات المتسلسلة، او اذا كانت في عندي حالات معينة بتكون conditional، يعني اذا كانت مثلا ان العجينة انه محتاجة ان انا احط لها دقيق اكثر او طحين اكثر، فبالتالي انه هاي conditional. وهنا على سبيل المثال الريبيتد انه بتكون انه انا بستمر في التحريك لغاية لما يذوب انا عندي الخليط او مكونات الخليط، فبالتالي هاي عبارة عن شغلات تكرارية. والبرامج كذلك ممكن ان احنا ننظر لها بنفس المنظور. طبعا السيكوينشال بتكون بهذا الشكل، انه متسلسلة، انا عندي الاكس بتساوي 2، اذا انتهى من هاي التعليمة بروح للتعليمة اللي وراها print الاكس، بعديها التعليمة اللي وراها x بتساوي x زائد 2، بعديها انه print للx، هذا السيكونس، فبالتالي كل التعليمات حتتنفذ بالتسلسل. اما الكونديشنال بتكون انه حسب شرط معين، يعني على سبيل المثال انا بحكي هنا انا عندي قيمة الx اقل من 10، الx بتساوي 5، وهنا اذا كانت الx اقل من 10 فراح يطلع هاي الجملة، فهاي الجملة بتصير conditional، معنى ذلك انه تنفيذها بيعتمد على هذا الشرط، وكذلك هاي الجملة. تمام، هاي الجملة انه مش conditional، انه حتشتغل في كل الاحوال، فبالتالي انا عندي الجملة هاي conditional، فبالتالي انه تنفذ فقط بشروط معينة او في حالات معينة او حسب كونديشن معين. طبعا الريبيتد اللي هي الجمل التكرارية، انه على سبيل المثال انه مثل الوايل بالضبط، انه طالما انه الان اكبر من صفر فحسوي هدول الجملتين، انه حيصير تكرار انا عندي لهدول الجملتين بهذا الشكل. طبعا حنرجع نمر للإشي هذا في المراجعة بشكل سريع، فبالتالي إنه هاي الملخص الوحدة الأولى، فبالتالي ممكن ننتقل بشكل مباشر هنا على الباب الثاني في المراجعة، اللي هو يحكي عن الإكسبريشنز، البايثون إكسبريشنز. طبعا هنا محتويات السلايدز هاي إنه مشروحة، أنا عندي هنا في نوت بوك بيسهل علي الشرح، فحنبدأ في الـ variables والـ expressions.
الفاريبلز هي عبارة عن أماكن، عبارة عن أسماء لأماكن موجودة في الذاكرة وبنخزن فيها قيم. ومن اسمها ما دام إنه هي فاريبل، معنى ذلك إنه هي القيمة تتغير. معنى ذلك إنه إحنا لما نعرف إكس بتساوي 10، إحنا بنطلب من الكمبيوتر إنه يحجز لي مكان في الذاكرة اسمه إكس، وبدنا نخزن فيه القيمة 10. فبالتالي الإكس هي عبارة عن اسم مكان في الذاكرة، والقيمة اللي موجودة في المكان هذا في الذاكرة 10. طبعا الفاريبلز لازم إنه يتم تعريفهم قبل ما أنا نستخدمهم. يعني على سبيل المثال هنا لو طبعت واي برنت الواي، هنا بيعطيني ايرور، والايرور هذا النوع تبعه تحديدا نيم ايرور، معنى ذلك انه النيم واي از نوت ديفايند. هو ما اذا طلبت انه يطبع قيمه الواي، والواي هو ما تمش تعريفها او مش موجوده في الذاكره من قبل، فبالتالي هذا بيعطيني نيم ايرور. الان لو انا عرفت الواي بتساوي 20 برنت، فبالتالي انه اتس اوكي ناو، يعني انه بيطبع لي القيمه تبعتها. طبعا هنا في تعليمات عن بخصوص استخدام، يعني تعريف أسماء المتغيرات، لازم إنه الأسماء تكون meaningful، لأنه هذا practice، هذا البراكتس أنت لازم تتعود عليه من البداية، إنه لازم يكون أسماء المتغيرات إنه في إلها دلالة معينة، بحيث إنه أنت تساعدك لما ترجع تقرأ الكود أو أي حدا تاني يقرأ الكود يكون مفهوم بالنسبة له. يعني على سبيل المثال أنا عندي هنا car speed، واضح تماما إنه أنا بخزن المتغير هذا سرعة السيارة. وهنا أنا عندي car إنه BMW name أحمد، إنه واضح جدا إنه اسم شخص. لكن لما أحكي هنا A بتساوي 10، طبعا هذا أنا ما عندي أدنى فكرة، أو يعني التخمين صعب جدا إن أخمن إنه الـ A بتساوي 10 لإيش هاي بالضبط. فبالتالي هذا تسمية سيئة للمتغيرات. طبعا في عندي شروط للمتغيرات، لازم يبدأ ب underscore أو حرف، تمام. طبعا ال variables case sensitive، معنى ذلك إنه في تفرقة بين ال capital letters وال small letters، ومش مسموح إني أستخدم special characters. يعني على سبيل المثال هنا car واحد، هذا good name، واحد car، طبعا هذا syntax error بيعطيني إنه invalid syntax، إنه أنا عندي المتغير بدأ برقم، وإحنا حكينا هنا المفروض إنه يبدأ بـ underscore أو letter. كذلك هنا car speed هنا بتحتوي على special character اللي هي dollar sign، فبالتالي كذلك هذا syntax error. طبعا في أنواع كثيرة من الـ errors في البايثون. syntax error معنى ذلك إنه في خطأ في تركيب الجملة. طبعا تركيب الجمل يعني هي في النهاية عبارة عن لغة برمجة، لغة البرمجة مثل لغات البشر، يعني نحويا إنه الجملة مثلا لازم تكون مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، أو تكون مركبة من مبتدأ وخبر، هذا السنتاكس تبع الجملة. كذلك في البايثون نفس الشيء، إنه لازم إنه يكون في عندي تركيب الجمل إنه تتبع قواعد معينة. فهنا القاعدة إنه ممنوع special characters في تسمية المتغيرات. أوكي، هذا بخصوص المتغيرات. الآن بخصوص الستيتمنت، إنه الجمل في بايثون أو التعليمات في بايثون ممكن تكون إنه جملة بهذا الشكل مبسطة عبارة عن assignment، معنى ذلك إنه إحنا بنطلب تعيين القيمة 10 في المتغير x، أو ممكن تكون expression مع assignment، يعني عبارة عن عملية جمع x زائد 3 والناتج بنخزنه في المتغير، أو بنعمل له assignment للمتغير الواي. طبعا هنا في الاكسبريشنز ضروري جدا ان احنا نتعرف على نظام الاولويات. بس قبل ما ندخل في نظام الاولويات بدنا نشوف الـ العمليات اللي موجودة عندي في البايثون. انا في عندي عملية موجودة عندي هنا في هذا الجدول، عملية الجمع addition، الطرح sub subtraction، الضرب multiplication، القسمة division، الباور أنا عندي الإشارة تبعتها إنه ستار ستار بهذا الشكل، والريمايندر اللي هو عبارة عن باقي القسمة. طبعا هنا هذه هي العمليات الأساسية. هاي الباور
إنه 2 مرفوع على القوة 3، معنى ذلك إنه 2 في 2 في 2 ثلاث مرات، تمام؟ في عندي باقي القسمة اللي هو الريمايندر. الريمايندر إنه بحاول إنه أنا أوجد أكبر رقم صحيح بيقسم على العدد المطلوب، وبشوف قديش باقي القسمة. يعني على سبيل المثال أنا عندي الدالة ديف مود، شو بتطلع لي؟ بتطلع لي الناتج كعدد صحيح بالإضافة لباقي القسمة. فبالتالي إنه الناتج أنا عندي 4، إنه 23 على 5 أكبر عدد صحيح، إنه بيكون كناتج أنا عندي 4، لأنه 4 في 5 ب 20، تمام؟ وباقي القسمة أنا بضل أنا عندي من الرقم 3. فبالتالي أنا عندي ناتج العدد الصحيح إنه نعمله بهذه الإشارة اللي هي division division بهذا الشكل. خلي بالك إنه هاي الإشارة إنه division division غير الديفيجن، هذه إنه ناتج القسمة، سواء كانت القسمة هذه عدد صحيح أو عدد عشري، ولكن هاي عبارة عن ناتج كعدد صحيح فقط. فبالتالي 23 على 5 بيطلع إنه الكسر 10، فالعدد الصحيح إلها اللي هي عبارة عن 4، تمام. وباقي القسمة اللي هي قديش أنا ضل أنا عندي من 4 في 25، قديش ضل أنا عندي من العدد 3، اللي هي بعملها من الإشارة هاي اللي هي باقي القسمة بهذا الشكل. طبعا الأولويات أنا عندي إنه أعلى أولوية هي الأقراص. أي قوس أنا عندي موجود في الإكسبريشن لازم نعمله هو أول شيء بغض النظر عن العمليات أو الأوبريتور، تمام؟ بعد هيك بيجي أنا عندي الإكسبونيشن اللي هي الباور، إنه لازم أسويها بالأول. وبعد هيك بيجي أنا عندي المالتيبليكيشن والديفيجن والريمايندر، تيجي بنفس المستوى، تمام؟ بتكون أدنى من الأس أو الباور. وبعد هيك بيجي أنا عندي الأديشن والسبستراكشن في نفس المستوى، وبعديها رايت تو ليفت. طبعا رايت تو ليفت يعني معنى ذلك إنه أنا لو إجتني عملية جمع وعملية طرح، مين أسوي أول؟ اللي بتيجي أنا عندي على من بعمل الأولويات، أنا عندي من اليسار لليمين. يبقى من اليسار لليمين عند تساوي الأولويات، لكن إذا أنا عندي عند تساوي الأولوية في العمليات، لكن إذا كانت العمليات مختلفة بروح بتبع هذا الترتيب بهذا الشكل، تمام؟ أوكي، ناخذ مثال. يعني على سبيل المثال لو أخذنا قيمة ابتدائية للإكس إنه 0.6، أنا عندي الـ expression هذا 3.9 ضرب x ضرب افتح قوس 1 ناينس x. فبالتالي أنا مادام في عندي أقواس هذه حنعملها العملية أول شيء، تمام؟ وبعديها نبدأ left to right لأنه عندي عملية ضرب ضرب ضرب. فبالتالي حناخد 3.9 ضرب الـ x ضرب ناتج هذا القوس، فطلع عندي الناتج بهذا الشكل. طبعا ممكن انه ناخذ امثله اضافيه اكثر في الاكسبريشنز. ممكن انه نجرب اكسبريشن معين وتجربوه وانه تشوفوا الناتج قديش بيطلع معايا، انه تعملوا الاشي هذا على الورق، تمام؟ وبعديها تعملوه في البايثون كإكسبريشن وتشوفوا كيف الناتج وتطابق الناتج هل هو صحيح أو لا. طيب الآن خلينا ننتقل لموضوع جديد اللي هو البايثون تايبس. أنا في عندي ثلاث أنواع أساسية عندي في البايثون: الانتجر اختصارا int، والفلوت، والسترينج اختصارا str، تمام؟ وهنا في شغلة مهمة في البايثون إنه التايب هذا أنا ما بعرفه بشكل صريح، هو بياخد التايب من الفاليو. يعني على سبيل المثال لو أنا حطيت إكس بتساوي 10، فبالتالي التايب تبع الإكس راح يكون عبارة عن انتجر، لأنه الفاليو عبارة عن انتجر. فبالتالي هو البايثون راح يعرف التايب لوحده من خلال الفاليو. هنا لو حطينا 10.1 وشفنا التايب حيصير float،
نفس المتغير، فبالتالي التايب للمتغير نفسه يتغير من انتجر لفلوت حسب الفاليو. وهنا لو نفس المتغير كذلك، انه غيرناه من string abc، فبالتالي راح يصير عندي string type. طبعا هنا من الضروري انه احنا نعرف ناتج العمليات. يعني على سبيل المثال لو قسمنا انتجر على انتجر، النتيجة دائما float، لازم ناخد بالنا من هاي الشغلة، لأنه لو أنا خليت النتيجة انتجر راح يصير في عندي فقدان في المعلومات، إنه راح يصير في عندي loss في الانفورميشن. يعني على سبيل المثال 10 على 3 النتيجة عبارة عن float، وهنا 10 على 2 حتى لو كان الناتج عدد صحيح، الناتج لازم يكون 5.0، لازم إنه يتم كتابة الرقم بهذه الطريقة أو تمثيل الرقم بهذه الطريقة، فبالتالي الناتج دائما float، مش إنه حسب بيكون في عندي كسر 10 أو لا، فبالتالي 5.0 تفرق عن الخمسة، 5 لوحدها integer، 5.0 عبارة عن float. طيب الآن نشوف العمليات الخاصة بالسترينج. في عندي عملية الجمع بين two strings، وهذه العملية عبارة عن concatenation، هي عبارة عن لصق، معنى ذلك إنه هو بيروح بياخذ السترينج الأول وبلصق فيه السترينج الثاني مباشرة. فبالتالي لو أنا عملت concat أو abc زائد 1 2 3، فبالتالي الناتج هيكون عندي بهذا الشكل. طبعا عملية الطرح مش معرفة، فهيعطيني type error إنه الأوبيرانت هذا اللي هو الماينس مش معرف لسترينج مع سترينج. طيب التايب كونفرجن، ممكن ان انا احول بين التايبس المختلفه في البايثون. يعني على سبيل المثال انا عندي انتجر بدي احوله لسترينج، بستخدم داله الاس تي ار، فبالتالي هاي الشغله انا بدي اوضحها هنا في الشل سي اي دي بايثون. انا عندي هنا اكس بتساوي 1 2 3، طبعا هاي قيمه الاكس، طبعا قيمة الاكس هنا لانه الميزة في الشيل انه انا مفيش داعي نعمل جملة print، مجرد اني اكتب الفاريبل على طول بيعطيني القيمة. اما لو كنت شغال في البي شارم لازم انه اعمل print للاكس بهذا الشكل. طبعا التحويل زي ما ذكرنا باستخدام دالة ال str، وهنا بعطيله الاكس وشوفوا الناتج كيف راح يكون. الناتج هيو بين quotation، معنى ذلك ان الناتج عبارة عن string، تمام. لكن لو انا عملت عملية طباعة لـ str للـ x مش راح اشوف هاي الشغلة بهاي الدقة، لانه طباعة السترينج عادة البايثون بيطبع السترينج بدون كوتيشن، بدون علامات ادفانسز. لكن مهم جدا ان احنا نعرف انه هذا الرقم تم تحويله كسترينج ريبريزنتيشن، فبالتالي هنا مش 123، انه 1 2 3 كسترينج between quotes، تمام. طبعا تحويل الفلوت برضو نفس الفكرة انه بهذا الشكل، فبالتالي انه لو اخذنا هاي وحولناها بهذا الشكل، فبالتالي الناتج حيكون انا عندي between quotation بهذا الشكل. فبالتالي 1 2 نقطة 3 صار انه هو عبارة عن characters، انه سلسلة من characters مش كرقم فلوت. طبعا التحويل لازم يكون في قواعد. يعني على سبيل المثال انه لو انا بدي احول string لانتجر، لازم السترينج هذا يكون عبارة عن سلسلة من الارقام البيس تبعها 10 اللي هو من 0 ل 9، فبالتالي لو انا بدي احول 1 3 3 abc من string لانتجر يعطيني value error، في أنا عندي error في الvalue هاي. الvalue هاي لازم تكون عبارة عن سلسلة من الأرقام البيس تبعها 10، فبالتالي هنا في عندي error. وهنا نفس الفكرة، لو أنا بدي أحول من integer من string لانتجر، وإنه أنا عندي هنا النقطة، ما دام أنا عندي integer النقطة الانتجر فيش فيه علامة عشرية، فبالتالي رح يعطيني نفس الـ error value error، إنه لازم يكون الـ base 10، سلسلة من الأرقام 0 ل 9 والتوليفات تبعتها.
لكن لو انا بدي اجي احول لفلوت مسموح، لانه الفلوت بطبيعه الحال في فاصله عشريه، فبالتالي انه بحول لي اياه كفلوت بهذا الشكل. فبالتالي هنا انا عندي هذا النص بين علامات تنصيص، تمام، حولته لفلوت فصار انا عندي القيمه هذه. لكن لو كان في عندي اكثر من فاصله عشريه، لا، ساعتها انه نفس الفكره، انه لازم يحتوي على فاصله عشريه واحده، تمام. وبهيك بنكون خلصنا الباب الاول اللي بحكي عن الفاريبلز والاكسبريشن. الباب الثاني عفوا بحكي عن الفاريبل والاكسبريشنز والتايب كونفرجن في البايثون، تمام.